مساء الخير والسعادة على كل مشاهدينا مشاهدين ترانز على شاشة القناة الأولى. جمعنا لكم كالعادة كل الأخبار اللي اهتميتوا بيها على السوشيال ميديا، ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفقرة ترانز أوف ذا ويك. وفاة محمد الفايد، صلاح ملك ليفربول، حبيبة مرزوق تبهر العالم. من أكتر الأخبار اللي صدرت الترند خلال الأسبوع اللي فات كان خبر وفاة رجل أعمال المصري محمد الفايد وهو في عمر 94 سنة، وده طبعاً بعد مسيرة طويلة جداً من النجاح في مجال الاقتصاد والأعمال في بريطانيا. ويمكن من المفارقة الغريبة في خبر وفاة محمد الفايد هو أن وفاته جت بعد يوم واحد بس من الذكرى 26 للحادث الأليم اللي أدى لوفاة ابنه دودي الفايد والأميرة ديانا سنة 97 في باريس. ومن أغرب المعلومات المتعلقة بمحمد الفايد كانت التصريح اللي قاله سنة 2006 لصحيفة The Sun البريطانية، واللي أكد فيه أنه وصى بتحنيط جثمانه بعد وفاته واستخدام الموميا كعقرب من عقارب الساعة العملاقة اللي بتزين متجر هاريتس في إنجلترا، ولكنه تراجع بعد كده عن الفكرة دي. ومحمد الفايد ليه 5 أبناء، ابن واحد من زوجته الأولى وهو دودي الفايد، وأربع أبناء من زوجته الثانية وهي سيدة فنلندية، وهم كاميليا وياسمين وعمر وأحمد. من الأخبار اللي كانت حديث العالم كله خلال الأسبوع ده، وكانت الأخبار المتعلقة طبعاً بانتقال لاعبنا العالمي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي للدوري السعودي، وتحديداً لنادي اتحاد جدة السعودي. وانتشرت إشاعات بشكل قوي جداً أن صلاح خلص كل شيء ومضى مع النادي السعودي ووافق على العرض الخيالي اللي تقدم له، وده اللي خلى جماهير ليفربول ترفع عدد من اللافتات خلال مباراة الفريق الأخيرة بيطالبوا فيها صلاح بأنه ما يسيبش الفريق. وطبعاً ده غير تعليقاتهم على صفحته الشخصية على الإنستجرام واللي كانوا بيطالبوا فيها بنفس الشيء. الموضوع ما وقفش لحد الجمهور، لكن كمان الصحافة العالمية كلها ما كانش ليها حديث غير عن الموضوع ده، لدرجة أن الصحفيين بعد كل ماتش تقريباً كانوا بيسألوا يورجن كلوب المدير الفني للفريق عن محمد صلاح، ولكنه في كل مرة كان بيأكد أن صلاح مكمل مع الفريق. والحقيقة أن استمرار محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي بيفتح قدامه الباب أنه يحطم عدد كبير من الأرقام القياسية ويبقى واحد من أساطير النادي العريق والدوري الإنجليزي. المواهب المصرية اللي مشرفة مصر في العالم كله مش بتنتهي، لأنه زي ما شفنا محمد صلاح كان حديث العالم كله، شفنا كمان حبيبة مرزوق لاعبة الجمباز الإيقاعي واللي لفتت انتباه العالم كله واتصدرت الترند عالمياً بعد عرض الجمباز الأكثر من رائع اللي قدمته، واللي كان عبارة عن عرض بملابس شبه فرعونية وعلى أنغام موسيقى مقتبسة من روح موسيقى حفل وادي الملوك. وطبعا حبيبة بمجرد عودتها من أسبانيا تم تكريمها من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعشان نعرف تفاصيل أكتر هيكون دلوقتي معانا مداخلة هاتفية مع حبيبة مرزوق. إزيك يا حبيبة؟ إزي حضرتك؟ الحمد لله كله كويس. ألف مبروك أول حاجة، وعايز أعرف منك الفكرة جاتك منين، سواء اللبس أو الموسيقى. هو الفكرة نفسها كانت من إدارة البطولة، إن هم عايزين كل الأولى من كل قارة إن هي تعمل زي شو يعبر عن كلتشر البلد بتاعتها يعني، وأنا كنت الحمد لله محققة السنة دي الأول على أفريقيا، فهم اختاروني أنا أعمل الشو ده لمصر. بس الفكرة نفسها بتاعة الشو جات لي من طريق الكباس. أنا السنة اللي فاتت كنت من اللي بيعملوا بيرفورمنس في افتتاح طريق الكباس، فأخدت الموسيقى بتاعتها وأطلعتها للحتت اللي أنا حاسة إن هي ممكن تبقى حلوة إن أنا أعمل عليها، واللبس برضه كان الإيحاء منه شوية من الحاجات اللي كانوا لابسينها هناك يعني. بس طب حبيبة، أنت كنت متوقعة إن أنت تبقي حديث العالم كله وتبقي ترند عالميا كده؟ لا خالص، أنا كنت متوقعة إن هو إن شاء الله يطلع حاجة حلوة مختلفة، بس مش بالطريقة دي الصراحة، فدي الحقيقة حاجة بسيطة قوي يعني. طب إحساسك كان إيه يا حبيبة؟ يعني هو الموضوع برضو عارفة اللي هو في ثانية الفيديو اتحط، في ثانية الناس كلها ابتدت تعمل له شير، في ثانية الناس كلها بقت تحط بوست، أنا واحدة منهم على فكرة، والواحد كان يعني فخور جدا. فأنت إحساسك أنت إيه لما إحنا قاعدين بنتفرج عليكي ومبسوطين بيكي قوي كده؟ والله هو إحساس حلو قوي، عشان كمان الرياضة بتاعتي مش رياضة شعبية قوي، مش يعني لسه في مصر مش معروفة قوي، فإن هي
ان الشو ده لفت انتباه مصر كلها او يعني بلاد كتيره قوي للجمباز كمان غير للشو. دي حاجه بسطتني قوي يعني. انا كمان كنت كان في عامل رياضي من الناس بدات تعرف الجمباز, وعامل وطني الناس بدات تعرف اكتر عن مصر وبدات تقرا اكتر في الحضاره بتاعتنا. وبس يعني دي حاجه بجد بالنسبه لي غير متوقعه بالمره يعني. طبعا رد فعل اهلك ايه بعد ما لقوكي ترند كده؟ والله هم كمان مش فاهمين زي بالظبط يعني. هم وهم عاطفيين, هم فخورين بيا جدا, وهم مبسوطين باي حاجه انا عملتها. والحمد لله يعني هم ما كانوش برضو متوقعين خالص بصراحه. خدك وقت قد ايه عشان بقى تستعيدي البطوله؟ للبطوله ولا للشو نفسه؟ للبطوله. لا البطوله بنقعد سيزون كامل قبليها تقريبا بنتمرن يعني مش اقل من 6 شهور. بنقعد نتمرن على كل البرفورمنس بتاعتنا, هم بيبقوا 4 فبتبقى على اقل حاجه 6 شهور بنقعد نتمرن على نفس البرفورمنسز دي كل يوم. اما بالنسبه للشو فكان بلغوني قبلها بشهر, وبدات التحضيرات قبلها يعني بتقريبا شهرين. طب ايه بقى الجديد الفتره الجايه؟ هل في بطولات هتشاركي فيها قريب؟ احنا دلوقتي في وقت الاوف سيزون شويه, بتبقى بطوله العالم اخر حاجه في السنه, اللي بعديها باقي السنه بتبقى بطولات صغيره. لكن الحاجات المهمه اللي جايه هي لو في كاسات عالم السنه الجايه ان شاء الله في من اول شهر 3 تقريبا, وبرضو الافريقيه المؤهله لاولمبياد باريس هي السنه الجايه. فدي الحاجات اللي احنا بنحاول نشتغل عليها يعني, وبنروح معسكرات وكده عشان نحسن مستوانا. بس حبيبه الف مبروك, ويا رب تفضلي كده مشرفانا ورافعه راسنا دايما. الله يبارك فيكي, ميرسي قوي, ده خلاص جاي. شكرا. ميرسي يا حبيبي. وبكده نكون خلصنا فقره ترندز اوف ذا ويك. من وقت إعلان منظمة الصحة العالمية عن المتحور الجديد لفيروس كورونا والإعلان عن رصد بعض الحالات في مصر, والسوشيال ميديا ملهاش كلام غير على الموضوع ده, وخصوصاً أنه كل ده بيحصل بالتزامن مع أننا بنشوف ناس كتير بتقول أنها مصابة بدور برد قوي جداً, أعراضه مشابهة جداً لفيروس كورونا ومتحوراته. ولكن على السوشيال ميديا بقت الناس بتوصفه بسخرية ببرد المروحة, ولانه في خلط كبير قوي عند الناس بين اعراض برد الصيف او برد المروحه زي ما بيسميه الناس واعراض فيروس كورونا ومتحوراته. هيكون معانا دلوقتي على زوم الدكتور امجد الحداد, استشاري الحساسيه والمناعه. اهلا بحضرتك يا دكتور. ازيك, عامله ايه؟ الحمد لله كله كويس. دكتور, هل دور البرد المنتشر بقوه حاليا بين الناس ده برد صيف ولا واحد من متحورات كورونا, وازاي نعرف الفرق؟ احنا في نفس التوقيت ده دلوقتي بنواجه برد الصيف وبرد المروحه, ان شهر اغسطس شهر سبتمبر هو موسم العدوى التنفسيه سواء كان البرد او الانفلونزا. هنضيف عليهم ان في متحور عالمي اللي هو متحور EG5 اللي ابتدى ينتشر عالميا واعلنت مصر بطوله, فبالتالي احنا قصاد مجموعه من العدوى التنفسيه تشمل البرد وتشمل الانفلونزا وتشمل المتحور. تمام. طيب دكتور, بطريقه مبسطه كده, انا مثلا عييت وجالي برد, زوري مناخيري مش عارفه اتنفس احسن حاجه, ازاي انا اعرف مثلا ان ده المتحور الجديد ولا ده برد عادي وهاخد له مثلا حاجه طبيعيه او باراسيتامول او حاجات اللي هي زي دي؟ وفي نفس الوقت الناس بتقول ان هم بينزلوا يعملوا البي سي ار او التحليل بتاع اللي هو الكورونا وبيطلعوا ان هم نيجاتيف او سلبي. طيب من نعمة ربنا إن التحورات كورونا التحورات الأخيرة من المتحور الأصلي اللي هو أوميكرون, التحورات الفرعية كلها ضعيفة وتماثل أدوار البرد وتعالج بالأدوية التقليدية زي الباراسيتامول, وده 90% من الحالات ما بتحتاجش بروتوكولات خاصة اللي هي بروتوكولات كورونا. فبالتالي كل الأدوار بسيطة هتتعامل بمسمى واحد اللي هي الأدوية التقليدية للبرد. مفيش داعي إن أنا هاخد بروتوكولات خاصة, ومفيش داعي كمان إن أنا أعمل مسحة وأشوف ده كورونا ولا لأ. كل الادوار حتى الادوار المتحوره من متحور كورونا هي ادوار بسيطه تماما تعالج بادويه البرد التقليديه, بمعنى ان انا مش مطالب ان انا اعرف ده برد ولا كورونا ولا انفلونزا. ذلك لبساطه الدور مش تخطرته, الموضوع بسيط جدا. الادوار المنتشره كلها عدوى تنفسيه واحده تماثل البرد في اعراضه وتعالج بادويه واحده. الفئات اللي ليها الحرص والخطوره هي فئه كبار السن اصحاب الامراض المزمنه, دول اللي يجب الاهتمام بيهم ومتابعتهم جيدا لمعرفة مضاعفات المرض, لأن دول فئة أكثر عرضة أكثر خطورة للدخول في المضاعفات. أما باقي الفئات هنتعامل إنها أدوار برد بسيطة وتعالج بأدوية البرد التقليدية
الحرص كل الحرص على كبار السن، دول اللي هيطبق عليهم الاجراء عند اصابتهم باي عدوى تنفسيه اللي هو متابعتهم جيدا هل محتاجين بروتوكولات خاصه في العلاج ولا لا. لكن باقي الفئات الموضوع بسيط جدا، مفيش داعي ان انا اعرف هو ده برد ولا انفلونزا ولا كورونا، لان الدور بسيط نفس الاعراض ونفس العلاج. طب ليه اعمل مسحه؟ ليه اعمل تحاليل وانا دوري بسيط بيتعافى الشخص منه خلال 5 ايام؟ طب الضغط لو زاد عن 5 ايام ده بيبقى ايه؟ طب امتى هلجا للدكتور واخد بروتوكولات خاصه؟ لو حراره متواصله وارتفاع شديد في الحراره اكثر من 48 ساعه، لو كحه متواصله، لو هناك صعوبه في التنفس، ده هلجا للطبيب. لكن الادوار البسيطه اللي هي احتقان الحلق البسيط، الزكام، الرش، الصداع، هي دي ادوار تمثل جهاز التنفس العلوي، وده من نعمه ربنا ان دور البرد والمتحول يشبه بعض جدا في هذا العرض. مشاكل التنفسيه الرئويه الخطيره مش موجوده بنسبه كبيره مع التحول الجديد، فبالتالي معظم الادوار فعليا اللي هي الاحتقان البسيط، الحراره المتوسطه، هتخف خلال 5 ايام. لو زاد الوضع عن كده هنلجا للطبيب لتحديد بقى هل هو ده فعلا برد ولا انفلونزا ولا متحول كورونا بمضاعفات، ده هيحتاج بروتوكول خاص لو الدور فعلا زاد باعراض شديده عن هذا التوقيت. ولكن لو هو بيتعافى الشخص خلال 5 ايام، الموضوع بنسبه كبيره جدا الشخص بيتعافى خلال من 5 لاسبوع بالاعراض البسيطه وبالادويه البسيطه، لا داعي للقلق، لا داعي للخوف، مش محتاج بروتوكولات خاصه الا لفئات معينه اللي احنا قلنا عليها، فئات كبار السن واصحاب الامراض المزمنه. طب دكتور ايه ممكن يحسن المناعه للاطفال وكبار السن عامه عشان نحاول على قد ما نقدر نبعد عن نوع البرد ده؟ عجبتيني بكلمه يحسن المناعه. ليه؟ لان كبار السن او البالغين ما فيش حاجه اسمها قوي مناعتهم، لان هم خلاص بالغين اجهزتهم اكتملت. قد يكون مصطلح تقويه المناعه مناسب للاطفال اكتر لانهم لسه في مرحله البناء. فهنقول ازاي احافظ على جهاز مناعي متوازن لطفل او كبير سن. هنتكلم عن 5 اجراءات او 5 كبسولات مناعيه ولقاحات. الخمس كبسولات، الكبسوله الاولى الغذاء، لان جهازنا المناعي بيعتمد بنسبه كبيره جدا في بنائه على الغذاء الجيد. الغذاء البروتيني قليل الدسم قليل السكر، الغني بالعناصر المعدنيه زي فيتامين سي الموجود في الخضروات والفواكه، الغني بالزنك الموجود في المكسرات والبقوليات، الغني بفيتامين د اللي موجود في اشعه الشمس اللي بنعرض اجسادنا للشمس. كل غذائنا يكون متوازن، غذاء بروتيني قليل الدسم قليل السكر غني بالسلطات والخضروات والبقوليات. لو وبنبعد طبعا كل البعد لاطفالنا بالذات عن الاغذيه اللي تحتوي على المواد الحافظه والمواد الصناعيه والمواد الملونه، لان دي بتاثر على مناعتهم. يبقى الكبسوله الاولى كبسوله الغذاء، الكبسوله الثانيه كبسوله الرياضه، ممارسه الرياضه يوميا حتى لو رياضه المشي بتنشط الدوره الدمويه وبتحافظ على جهازنا المناعي المتوازن. الكبسوله الثالثه النوم، اطفالنا اللي بتسهر كتير على الموبايلات النوم بدري واخذ عدد ساعات لا يقل عن 7 ساعات يوميا من النوم والراحه مهم جدا لجهاز مناعي متوازن. الكبسوله الرابعه البعد عن التدخين لكبار السن والبعد عن التدخين السلبي لاطفالنا، لان التدخين بيؤثر على الرئه ويؤدي الى دخول الشخص الى مضاعفات خطيره عند الاصابه باي عدوى تنفسيه ويؤدي الى ضعف المناعه. كمان الكبسوله الخامسه والاخيره اللي هي العامل النفسي، التوتر، القلق، الاكتئاب، العامل النفسي بيأثر بنسبه كبيره على مناعتهم ويجعل الاطفال اللي بيمروا بقلق وتوتر وخوف وقلق اكثر عرضه للاصابه بالامراض واكثر عرضه للاصابه بالفيروسات التنفسيه والدخول في مضاعفاتها. حاجه اخيره هنتكلم عنها بجانب الكبسولات، التطعيمات. التطعيمات مهمه جدا جدا خصوصا لاطفالنا قبل دخول المدارس وخصوصا تطعيم الانفلونزا. الانفلونزا اشد خطوره من متحول كورونا ولها مضاعفات خطيره ولها نسب وفيات عالميه. بنصح اطفالنا فوق 6 اشهر قبل دخولنا المدارس وقبل فصل الشتاء ناخد لقاح الانفلونزا للحمايه من المضاعفات الخطيره لفيروس الانفلونزا اللي هو لا يقل خطوره عن متحول كورونا. وكبار السن انصحهم برضه ياخدوا مصل الانفلونزا وياخدوا لقاح كورونا بجرعه تعزيزيه اخرى، لان احنا في ظل وجود تحورات نحتاج الى جرعات تعزيزيه مهمه جدا 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 لتعزيز المناعه ضد الاصابه بفيروس كورونا. بجانب طبعا تطبيقنا للاجراءات الاحترازيه في حال وجودنا في تجمعات، نكون في اماكن جيده للتهويه، نكون متباعدين، نبتدي كمامه في حال وجودنا في تجمع او عند شعور باي اصابه بدور برد زي الرشح او الزكام وانا مضطر انزل البس الكمامه كاجراء احترازي. ليه؟ لان انا بخاف على كبار السن من نقل العدوى، لان الفئه دي احنا قلنا رغم بساطه الموضوع باذن الله ولكن الفئه دي اكثر عرضه واكثر خطوره للدخول في مضاعفات عند الاصابه. طيب دكتور، في اباء وامهات كتير جدا بيقرروا ان هم يدوا اطفالهم فيتامين سي في الشتاء بطريقه مستمره، هل ده صح ولا غلط؟
انا بنصح كل الامهات يا جماعه اعطاء الفيتامينات يجب ان تكون تحت اشراف طبي للطفل المحتاج، غير ذلك اطفالنا الاصحاء العوده الى الطبيعه لاخذ الفيتامينات من مصادرها الطبيعيه. اخذ فيتامين د ان اعرض طفلي الصبح الصباح الباكر للشمس. اخذ فيتامين سي من الخضروات والفواكه وما اكثر فاكهه الخريف من الجوافه والبرتقال اللي بيحتوي والكيوي اللي بيحتوي على فيتامين سي والخضروات اللي بتحتوي على فيتامين سي. اخذ الزنك من المكسرات والبقوليات، لا داعي لاخذ اي جرعات من الفيتامين الا اذا اضطر الطبيب او ان الطبيب شايف ان طفلي محتاج لفيتامين معين يتم ذلك تحت اشراف طبي. غير ذلك العوده الى الطبيعه بحسب فيتامين من مصادر الطبيعيه من الغذاء، وده متاح وشايفينه موجود، الشمس ربنا ادهلنا الغذاء الطبيعي والصفر ربنا ادهوله، لا داعي لاخذ اي فيتامينات دون استشاره طبيه. طيب دكتور، بالنسبه للكلام الكتير جدا اللي على السوشيال ميديا حوالين حقن خفض الحراره والمضاد الحيوي، هل هي فعلا خطر ولا لا؟ طيب المتداول طبعا الناس كتير قوي بتروح بتشعر بارتفاع حراره او برد بتروح الصيدليه تاخد حقنه مضاد حيوي تحتوي على مضاد حيوي وكورتيزون المسكن اللي هي ما تسمى بحقنه هتلر. للاسف الحقنه دي كارثيه وبنحذر منها. ليه؟ لان اولا دي عدوى فيروسيه لا تحتاج في الاصل الى مضاد حيوي، لان المضادات الحيويه بتعالج العدوات البكتيريه بكتيريا. العدوى الفيروسيه بالزبط. الشخص بيتعافى منه عن طريق مناعته بالراحه والسوائل وخافض الحراره التقليديه. اخذ مضاد حيوي بدون داعي يضعف المناعه وبيموت البكتيريا النافعه في جسمنا ويؤدي الى مضاعفات خطيره جدا ونمو جيل من البكتيريا مقاوم للمضادات الحيويه. بجانب ان بتعطى في الصيدليات بدون اجراء اختبار حساسيه، ودي ادت الى وفيات ناس كتير جدا ودخلوا في صدمه حساسيه بسبب المضاد الحيوي اللي بيؤخذ بدون داعي وبدون اجراء اختبار حساسيه. وبيتم اخذ معاه طبعا حقنه كورتيزون مالها من اخطار صحيه على مرضى السكر وعلى مرضى وعلى الاطفال. الكورتيزون بيأثر على السكر وبيأثر على الضغط وبيعمل هشاشه في العظام وبيؤدي الى مضاعفات خطيره طبعا. وكذلك بيتم اعطاء حقنه مسكنه، الثلاثة دول بيسموهم كوكتيل أو فان فيتلر، ودي خطيرة جدا وتؤخذ بدون داعي ودون إشراف طبي، لا داعي لأخذها نهائيا. الراحة، السوائل، الفيتامين سي، الغذاء، الباراستامول، هي أدوية تقليدية بيتم إعطائها للشخص اللي عنده برد وبيخف وبيتعافى تدريجيا عن طريق مناعته، لا داعي لأخذ أي مضادات حيوية في حالة إصابتك بعدوى فيروسية. الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، بشكر حضرتك جدا على المداخلة معانا. شكرا ليك وشكرا للسادة المشاهدين. وبكده تكون خلصت فقرة سكوب. تعالوا نروح نشوف دلوقتي مع بعض فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل بقية فقراتنا. وجي ميعادنا مع السوشيال لاب اللي بنشوف فيه ازاي المشاهير بيستخدموا السوشيال ميديا وايه اكتر الابلكيشنز اللي بيحبوها. نبدا بالانستغرام، بيتابع منى شلبي 3 مليون و300 الف متابع، وهي عامله فولو لحوالي 210 اكونت، ونشرت لحد دلوقتي تقريبا 289 صوره وفيديو. اكونت منى شلبي معظمه صور لشخصيات اللي مثلتها وبوسترز لاعمالها، والمعروف عن منى شلبي علاقتها الجميله بمعظم الوسط الفني، فلقينا انها نشرت اكتر من 30 صوره بتجمعها مع الفنانين اصحابها زي الفنان كريم عبد العزيز والفنانه الهام شاهين وغيرهم من نجوم الوسط الفني. ومنى شلبي بتكون حريصه على حضور المهرجانات الفنيه، فلقينا انها نشرت تقريبا 100 اطلاله في المهرجانات الفنيه، واخر بوست نشرته عن تكريمها في مهرجان الدراما 2023 لقينا انها بتحب تشارك جمهورها رحلاتها، ونشرت اكتر من 50 صوره للبلاد اللي زارتها. لقينا انها بتحب جدا من فتره للتانيه تنشر فوتو سيشن جديده ومختلفه، ونشرت اكتر من 20 صوره ليها. من اكتر الصور اللي كان عليها تفاعل كبير جدا هي صوره ترشيحها لجائزه الاميز العالميه عن دورها في مسلسل في كل اسبوع يوم جمعه. من الانستجرام نروح للفيسبوك، بيتابع منى شلبي 5 مليون و200 الف متابع، وهي متابعه 4 اكونت بس. وبكده نكون عرفنا منى شلبي بتعمل ايه على السوشيال ميديا. الشعب المصري من اجمل واطيب واجدع شعوب الارض، وفي كل الظروف بتلاقيه دايما بيتكلم بعفويه وتلقائيه، ولكن العفويه دي بتلاقي جواها معاني عميقه ومؤثره جدا، وحتى لو الشخص اللي كان بيتكلم معاك ده شخص بسيط هتلاقي نفسك دايما انك اطلعت منه بحاجه وتعلمت منه حاجه مهمه. وده بالظبط اللي لفت نظرنا في سلسله من الفيديوز انتشرت الفتره الاخيره على السوشيال ميديا وتفاعل معاها الناس جدا، لانه ببساطه الفيديوز دي كانت عباره عن اسئله.
إجاباتها بتحمل كتير من المعاني الجميلة، زي مثلا رأيهم في الحب، في الحياة بشكل عام، الأب بيمثل لهم إيه والأم طبعا. وكان في كتير من الأسئلة والإجابات اللي كانت مؤثرة جدا جدا. منورنا النهاردة المصور علاء أشرف صاحب بيج حكاوي مصر عشان نتكلم معاه ونعرف منه أكتر عن الفيديوز اللي بيعملها. إزيك يا علاء؟ تمام الحمد لله. عامل إيه؟ بخير. أول حاجة عايزة أقولك عليها أنه أول ما بصيت على البروفايل بتاعك على الإنستجرام هو في كم بوزيتيف انرجي وحاجات ايجابيه كتيره جدا، يعني ما ينفعش تفتح البروفايل بتاعك وتتفرج وما تلاقيش ان انت عامل كده مبتسم ومبسوط وما تعرفش ليه. بس انت كمان في نفس الوقت التايتل بتاعك مصور، فانا عايز اعرف اول حاجه خالص جات لك ازاي فكره حكاوي الشارع. تمام. هو في الاول انا دايما بحب ان انا اسمع من الناس الكبيره، سواء مثلا بيدوك النصيحة أو بيعلموك حاجة معينة. طب أنا ليه مثلا بدل ما أنا أتعلم لوحدي خلاص أنا هوثق الحاجات دي وأعلم الناس كمان معايا، اللي هو مش أنا لوحدي بس اللي أتعلم، الناس كمان تتعلم معايا وتعرف الناس دي عايشة إزاي، وإن برضو إن في ناس كتير عايشة حياة أصعب من اللي إحنا عايشينها، ومع ذلك برضو بنعترض نقول ليه يا رب ومش عارف إيه. لا، ما أوري له فيديو زي ده خلاص الحمد لله أنا عايش في نعمة. صح. وبعدين بتلاقيهم هم كمان وهم بيتكلموا هم بجد مبسوطين، هم عندهم رضا بطريقه رهيبه، اللي هو الحمد لله انا مبسوط مع ان حياتهم صعبه بس لا لسه بيبتسموا. لسه بيقولوا كلام حلو طالع من بقهم ومن قلبهم والدنيا كويسه. ايه احلى حاجه جات لك في حياتك؟ والله مش متذكر عشان بضحك، يعني هو اليوم اللي عدى علينا حلو بس اكتر من كده ما فيش، يعني اليوم اللي الساعه اللي تعدى عليك واليوم اللي عدى عليك حلو بهنا بيبقى في هنا وسرور الحمد لله، بس ربنا يكفينا ويكفيك شر المرض يا رب. بس دي بالدنيا كلها. طيب انت ابتديت كمصور ايه، فوتوغرافي؟ لا انا بدات، انا في الاول اول ما عرفت حاجه اسمها تصوير كانت حاجه اللي هي اللي انا بحب اوثق كل حاجه في حياتي. بدات ان انا اجيب كاميرا عشان عايز اوثق بقى حياه الشارع، مش حياتي انا كمان بس، اللي هو التصوير اللي هو ستريت فوتوغرافي، اوثق حياه الناس في الشارع، واحد بياع مثلا، واحد اب ماشي مع ابنه ماسك ايده، الحاجات دي كلها. بعد كده طورت الموضوع اكتر، دخلت في موضوع الفيديوهات بقى. وابتديت تكمل فيديوز مع الناس. طب احكي لنا للي ما يعرفش البروفايل بتاعك انت بتعمل ايه بالظبط. ماشي، انا هقول لك اللي انا بخش اقوله للناس. انا اسمي علاء اشرف، بخش اقول له كده، بقول له انا بعمل فيديوهات عن الناس في الشارع، بسألهم أسئلة، الأسئلة دي بيبدأ يجاوب عليها، بيقول حاجة عن حياته عن طريق السؤال ده. زي مثلا بقول له هسألك سؤال زي إيه أكتر حاجة بتحبها، فهيبدأ يقول مثلا بنته، هيبدأ يقول مثلا صاحبه اللي معاه دايما على طول، الحاجات دي كلها. طيب أنت إزاي بتختار الناس اللي أنت بتصور معهم في الشارع؟ تمام. أنا بكون ماشي في الشارع أول حاجة بعملها بطلع الكاميرا وأمشي بيها عشان الناس تشوفني في الشارع، هو ده بيعمل إيه او ده مين اصلا. فيبقى عندهم فضول عايزين يعرفوا مين الشخص ده، عشان حتى لما اجي اخش اتكلم مع الشخص اللي انا عايز اصور معاه يبقى في مجال للكلام، اللي هو عايز يتكلم مش انا اللي عايز اتكلم معاه. فيبقى في مجال للكلام. وتاني حاجه هو بتبقى حاجه من عند ربنا ان انا الشخص ده في قبول عايز اصوره، ليه مش عارف بس انا عايز اصور الشخص ده، وشه حلو مثلا، في قبول، في راحه كده عايز اصوره. ومعظم فيديوهاتي او 90% من فيديوهاتي كلها رزق من ربنا، يعني بسبب مثلا دخلت الشارع غلط فصورت مع حد ما، او روحت متاخر مثلا فماشي بالصدفه لقيت حد حلو فلا اصوره. هي الحاجه بتستاذنهم طبعا اكيد الأول. طبعا وبعدين بعد كده تفتكر هم بيدخلوا يبصوا على الفيديوز بتاعتهم على البروفايل بتاعك لما اولادهم بقى بيوروا له الفيديوهات دي، وبالصدفه محدش بيعرف الاكونت. بيقولوا لك ايه؟ اللي يقول لي مثلا ايه بابا طلع شكله حلو في الفيديو، او طلع كلام حلو، قال كلام حلو، انا اول ما اشوف بابا كده بالجمال ده مش عارف ايه، ويجي يشوف الكومنتات الناس عليه بيتبسطوا جدا. طب ردود افعال الاشخاص اللي انت بتصورهم في الشارع بعد ما بتصورهم وبتسالهم السؤال، لان هم اكيد ما بيكونوش عارفين السؤال قبل، صح؟ اكيد طبعا. طيب رد فعله بعد ما بيخلص تصوير معاك بيكون ايه؟ هو اول حاجه انا ما بحبش اقول السؤال للشخص قبل ما اصوره، عشان اول رده فعل هي اللي تطلع قدام الكاميرا على طول، تبقى تلقائيه اكتر. طبعا فاهمه. فلما بيبدا بقى يخلص التصوير خالص بيبدا ساعات يكون مبسوط وساعات بيكون مش احسن حاجه، لان ساعات ممكن اساله سؤال بيجاوب عليه بطريقه او افتكر حاجه حزينه، فخلاص بعد التصوير بيبقى اللي هو بيقول لي انت قطعت عليا، فاهمه. وانت ما بتحطش اي حاجه حزينه؟ ساعات وساعات يعني.
بتحط ساعات حاجات مثلا بتكون فيها مقاسي شويه، ولا كله بيكون سعاده وطاقه ايجابيه؟ على حسب الشخص اللي قدامي. لو هو حاسس الشخص ده مثلا هيجي منه اسئله مثلا بتاعه الحب بتاعه الام مش عارف ايه، الشخص التاني يجي منه ان حاسس ان في حاجه في حياته هي لسه لحد دلوقتي خلى نفسيته مش احسن حاجه، فببدا اساله السؤال ده عشان انا عايز اعرف ايه اللي مخليه كده، ايه اللي مخليه نفسيته وحشه، ايه اللي خليه مكسور مش بيضحك زي الناس. ايه اكتر جمله اثرت فيك؟ لا وفاة ابني. طب لو هتشوفه تاني مدة 5 دقايق تقول له ايه؟ طب ايه الصعوبات اللي ممكن تكون بتواجهك لما بتنزل تصور في الشارع؟ انا بدايتي خالص لحد دلوقتي انا دايما بنزل اصور لوحدي، يعني انا اللي بصور، انا اللي بعمل مونتاج، وانا اللي بسمع الصوت اللي هو في الوقت اللي انا بسجل فيه بعمل كل حاجه. زائد برضو الشارع ما فيهوش اكتر من ناس، تمام، بس في نفس الوقت مش كل الناس اللي هصورها هتطلع فيديوهات بتاعتهم حلوه، فناس معينه بس اللي اصورها. فممكن اصور انزل الشارع مثلا اقعد بال7-8 ساعات، ممكن اصور مع واحد، ممكن ما اصورش، ممكن اصور مع 5. انت وحظك. فطبعا بسبب ده انا بلف كتير في الشوارع عشان الاقي شخص حلو اصوره. طب انت بتختار يا علاء مثلا اماكن معينه او شوارع معينه بتنزل تصور فيها؟ عشان نخبط فيك بالصدفه احنا كمان. هي المناطق الشعبيه، لان المناطق الشعبيه اماكن اللي هو بنزل فيها تحس انا مش غريب، مش غريب عن منطقه. واحد مش عارفني اصلا يبص لي وبيضحك ويهزر معايا اكن مثلا يعرفني بقاله فتره. الناس الكبيره لدرجه مثلا ممكن مثلا ماليش دعوه بالتصوير بصورش، اخش اقعد مع الناس في القهوه والعب معاهم دومنا ولا شطرنج مثلا ولا بتاع، لو خلاص احنا اصحاب. يعني واحد صاحبي بقى عنده حاجه و60 سنه ولا حاجه. طب انت بتقول ان انت اللي بتعمل كل حاجه، فاكيد انت كمان اللي بتنقي الاسئله وبتكتب السكريبت بتاعك، صح؟ تمام. طيب بتفكر في ايه؟ يعني انت بيجي لك ازاي الاسئله دي؟ الاسئله دي كان دايما هغش منك شويه عشان حلقتنا كمان. الاسئله دي كان دايما بتجيلي وانا صغير، لما طبيعي لما يجي حد مثلا يسالني بتحب مين اكتر بابا ولا ماما يعني، فدايما كان بتواجهني اسئله كتير شبه دي. فانا دايما كان عندي حته فضول كده اللي هو عايز اعرف اجابه الناس لنفس السؤال ده ايه. لو مثلا سالت لحد مثلا ايه اكتر حاجه مثلا فرحتك، اب كبير مثلا يقول مثلا فرح بنته، واحد تاني يقول مثلا لما خلفت جالي اول حفيد، واحد تاني كل واحد ليه اجابه مختلفه. فانا دايما كان عندي فضول الحته دي، فدايما بسال اسئله مختلفه، واي سؤال بيجي في دماغي ممكن انا ماشي في الشارع، ممكن وانا مش عارف راكب مواصلات بتاع، اول ما يجي لي في دماغي على طول اكتب على طول في الموبايل اسجله وابدا انزل اساله للناس. يعني ايه احساسك لما جالك اول حفيد؟ كانت سعاده غنيه الحمد لله، وجت ولد في 2020 كنا خايفين عليه قوي 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 من الكورونا، وربنا الحمد لله اقربنا وهو عنده حوالي 3 سنين دلوقتي ما شاء الله. ربنا يخليه لوالدته ووالده ويخليهم. طب ايه اكتر فيديو حسيت ان هو كان قريب لقلبك وبتنبسط كل ما تتفرج عليه مهما اتفرجت عليه كذا مره؟ يعني ده كان اول واحده صوره خالص في بدايه اللي انا انزل اصور مع الناس في الشارع، ده كان واحد اسمه عم كحلاوي، ده في الغوريه بيبيع سمك، كام صندوق قدامه كده، فبساله ايه اكتر حاجه فرحتك، فبدا يتكلم عن بنته، قال فرحت بنتي ومش عارف ايه، وبدا يتكلم بطريقه كده اللي هو ايه الجمال ده، يعني الفرحه فعلا طالعه من قلبه، لدرجه لما نزلت الفيديو ده ضرب، وناس كتير تقول لي طب الفرح امتى، التنجيد امتى نروح نوجب معاه، طب انا ليه عندي سيشن هديه مش عارف ايه. ردود الفعل الناس كانت حلوه وهو اتبسط، حتى رحت له بعد ما نزل الفيديو على السوشيال ميديا رحت له وريته الكومنتات، قال لي انت لسه هتيجي توريني، دي مصر كلها جت وريتني الفيديو، واللي عاد احنا شفنا الفيديو بتاعك عند علاء مش عارف ايه، وانا واقف الناس بتعديه تقول لي انت وانت اللي صورته انت مش عارف ايه. فالناس اللي حواليه وهو شخصيا كان فرحان، فده اكتر فيديو معلق معايا. ايه اكتر حاجه فرحتك؟ اكتر حاجه فرحتني بنت اللي كانت شكتها من قريب، يمكن من اصعب الامور ان البنت الوحيده اللي عندي هي طالعه طويله شويه بس هي شكل وشبهي، عمرها ما طلبت مني مصروف، انت تبص لي كده يلا انا مستوره الحمد لله، يعني دي شكتها ربنا اكرمها بعيل يعني اهله يعني ما تتحمس وكده، وربنا كرمه باع شقته وجاب عربيه فان تصرف عليه لان هو في رابعه كليه، وطلبها مني
عم عليا، قلت له هطلب منك ايه؟ انا اعتبرك ابني، انا اعتبرك ابني. وفعلا لان خالها اللي جايبه لها وكده، فقال لي ايه رايك؟ قلت لا ربنا هو اللي بيوفق، وهي وافقت، وكانت احلى فرحه بالنسبه لي. يعني دي فرحه احلى عروسه. والله. طب انت بتفضل سايب علاقه بينك وبين الناس اللي بتصور معاهم في الشارع؟ ده لازم، يعني غير الشخص ده، يعني اكيد صورت مع ناس كثيره جدا غيره، برضو بتفضل تروح لهم وتيجي عليهم وتقول لهم بصوا وتفرجوا والكومنتس كانت عامله ازاي وكده، ولا هو ده الشخص بس؟ لا، هو كل الناس كده، لاني علاقتي بالناس مش مجرد تصوير وخلاص، لا، مجرد ان انا بعرف حد جديد في حياتي وان انا بتعلم منه. وكل مثلا ما انزل المنطقه دي مش لازم عشان انزل اصور ولا حاجه، لا، ممكن انزل مخصوص الف على الناس دي اسلم عليهم تاني، او نزل تصوير برضو اعدي عليهم اسلم عليه اشوف صحته عامله ازاي مش عارف ايه الكلام ده كله. ممكن انزل يوم فري كده عادي اروح اقعد مع شخص معين مثلا في منطقه معينه، انزل اقعد معاه شويه نشرب انا وهو اتنين شاي بتاع، جيم شطرنج نلعب. يعني انت بتشتغل وبتطلع رساله ايجابيه جدا لكل الناس، وفي نفس الوقت بتعمل صداقات جديده مع اعمار مختلفه جدا. بالظبط كده. طيب ايه اكتر اجابه لسؤال انت سالته ما بتنساهاش ابدا؟ طيب هو كان في، بص، هو في الاول خالص زي ما قلت لك ان الفيديوهات بتاعتي كلها رزق، تمام؟ ففي مره انا دخلت شارع كان مسدود، وانا ما اعرفش، انا بلف وبستكشف لسه يعني، خلاص انا عرفت الشارع ده مسدود، فانا راجع تاني، فلقيت راجل كده داخل عليا جميل، جاب فطار ومش عارف ايه، راجل رايق كده، بيقول لي على فكره الشارع مسدود وبتاع. قلت له اه ما انا عارف، بس انا خلاص مروح. قال لي لا، طب ليه؟ انا جاب فطار وتعالى افطر معايا. لقيته عمال يتكلم ويهزر ومش عارف ايه، قلت خلاص انا عايز اصور معاه. قلت له طب بقول لك انا هاجي معاك بس مش هفطر عشان لسه باكل والله، بس انا عايز اصور معاك. قال لي بس تعالى بس نفطر الاول وبعد كده نشوف حوار التصوير ده بعدين. فروحت قعدت معاه، هو فطر وخلص، قلت له بعمل كذا وكذا وكذا وحابب ان انا اصور معاك يعني. من ضمن الاسئله اللي سالتها له اللي هو كان اخر سؤال يعني، بقول له تحب تقول ايه لشريكه حياتك؟ لان لقيت الراجل بيضحك وبيهزر وبتاع، قلت لما اجي اساله سؤال زي ده هيبدا يجاوب بقى ايه كلام بتاع الحب بتاع زمان بقى، ويتكلم بطريقه حلوه كده. فلقيته في الاول ضحك، قلت بس خلاص بقى ده هيبدع دلوقتي. بعد كده قال لي، بدا يعني دمعت ويقول لي لما جالي كسور في عضله القلب مراته سابته ومش عارف ايه، هو راجل سايب عليا، عارف؟ قال لي هو حطيت نفسي مكانه لما اكون مثلا مراتي دي طبيعي ان هي تبقى كل حياتي يعني، او اقرب حد في حياتي، لما اقرب حد في حياتي يعمل معايا كده الموضوع صعب. كل ده انا تخيلته بقى وانا بصوره يعني، كنت موقف تصويره وقلت له بص انا اسف واعتبرني بص ابنك وخد رقمي وكلمني في اي وقت، وفي اي وقت هجي لك، ولو احتجت مني اي حاجه اطلبني وهجي لك. ومتحضنه لو انا حسيت بيه، لو تعالى تعالى خش في حضني. فبقى طب وبعد كده فضلت بتكلم معاه ولا كل شويه بنزل له؟ كل شويه بتنزل. طيب الفتره الجايه بتفكر تعمل ايه يا علاء؟ اجيب حياه الناس دي بقى، بدل ما يكون مثلا فيديو واحد لمده دقيقه، لا انا عايز اعمل حياتهم ده كفيلم بقى، كانه دوكيومنتري او فيلم تسجيلي يعني. طيب انا اتبسطت جدا ان انت كنت معانا النهارده يا علاء، وزي ما قلت لك انت بتبعت رساله ايجابيه جدا لكل الناس. يعني الواحد لما يفتح البروفايل بتاعك الصبح ويتفرج على الاجوبه بتاعه الناس اللي في الشارع، اكيد هيصحى يومه ايجابي ويومه حلو وراضي بحاجات كتيره جدا حواليه. وطبعا غير ان انت كمان بصور حلو، واكيد بتعمل صداقات كتيره جدا بتفيدك، لان الناس في اختلاف الاعمار اكيد بيفيدوك انت كشاب. فانا مبسوطه بيك كنموذج جدا للشباب في مصر، وربنا معاك. ربنا يخليك يا رب. تسلمي لي. ميرسي ليك يا علي. ميرسي. وبكده تكون خلصت حلقتنا، نشوفكم الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده ان شاء الله. باي باي.